مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فقرة تالتة في حياتك صح النهاردة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في حوالين جراحات التجميل. كتير مننا من الرجال ومن النساء ممكن يقع ضحايا مع اطباء او مع عيادات غير مرخصة للتجميل. ممكن كتير منهم يتعرضوا للمخاطر، كتير منهم يتم يعملوا عملية او حاجة هم يعني ما ينفعش يعملوها او مش هي دي المناسبة ليهم او لسنهم او لصحتهم اي مكان. فده موضوعنا النهاردة مع الاستاذ الدكتور محمد عاطف، استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح، عضو الجمعية الأوروبية للتجميل. مرحب بحضرتك يا دكتور، مشرفنا منورنا. اهلا بحضرتك. لو هنتكلم على تنسيق القوام في العموم، هو يعني اماكن مختلفة متعددة وبتختلف بقى من رجل لامرأة ومن سن لسن، فمش هقول ايه اللي يخليني اعمل عملية تنسيق قوام، لكن هقول ايه الموانع اللي تخليني انا كشخص ما ينفعش اعمل عملية تنسيق. هو طبعا يعني احنا المقدمة اللي حضرتك بدأت بيها هو ده أهم جزء في الموضوع كله. العملية التجميلية أو الإجراء التجميلي لازم الناس كلها تبقى عارفة إن ده إجراء جراحي له أبعاد، ولازم الناس كلها تبقى عندها ثقافة أو وعي، وده طبعا زي دور حضراتكم اللي بتقدموه في التوعية المستمرة. ده أمر جميل جدا وأمر لطيف جدا، حتى السادة المستمعين والمشاهدين بتزود أكتر من ثقافتهم إن يبقى عندهم ثقافة تجميلية، لأن اختيار الإجراء التجميلي أو اختيار العملية التجميلية ده اختيار صعب على كتير من الناس، لأن كتير من الناس تقول أنا ما بشتغل. صعب عشان هو صعب فعلا، عملية صعبة، ولا عشان احنا مش متعودين عليها؟ علشان احنا ما بنشتكيش من مشكلة صحية لا قدر الله ان احنا نروح للدكتور نعمل عملية، فاتخاذ القرار هنا بيبقى مختلف كل الاختلاف عن اختيار اي نوع من انواع الجراحة التانية. فعوامل الامان والسيفتي في الجراحة دي، جراحة التجميلية بالاخص، ده اهم ركن موجود معنا في الجراحة التجميلية. يعني ايه بقى عوامل امان وسيفتي؟ ده انا كمريض اللي بحددها ولا الطبيب ولا انت حضرتك بتحدديها مع الطبيب بتاع حضرتك برضو، بداية من اختيار الطبيب بتاعك ان هو يبقى مختص في الجراحات التجميلية. لازم الطبيب يبقى مختص وحاصل على كافة التراخيص في الجراحات التجميلية بالاخص، لان للاسف الشديد لقينا الفترة الاخيرة المجال مفتوح لكتير من هو حد بيروح لحد يقول له وريني شهاداتك، ما احنا في الاخر بنقرا اللي مكتوب. انت حضرتك دلوقتي في عصر او المحطوط في اليافطه؟ لا طبعا، ده كلام مش بيحصل، لان اللي بيختار اجراء جراحه تجميليه بيتابع الدكتور ده كويس وبيشوفه مره واثنين وثلاثه وعنده هيستوري من الطبيب كويس، او ان في ريكومنديشن مثلا من احد الزملاء او احد الاقارب قدر ان هو يعمل العمليه مع الطبيب، فبنبدا نشوف وبنعرف الطبيب او الريبيوتيشن بتاعه الجراح التجميل او اختيار جراح التجميل، لان ده جزء مهم جدا في الجراحة، لان اي جراحة قائمة على المريض، الجراح، المستشفى او المكان اللي هيجرى فيه الجراحة، دول الثلاث اضلاع الاساسيين. اي خلل فيهم، كلمنا الاول على اختيار الطبيب، فاي خلل في المثلث ده يؤدي الى مشكلة كارثية. ايه ممكن بقى المضاعفات المحتمله مثلا ممكن تحصل للمرضى؟ احنا بنتكلم عن جراحه التجميل زيها زي اي جراحه في الدنيا، لازم يبقى ليها فحوصات معمليه قبل اي جراحه، ولازم تبقى الفحوصات دي منضبطه تماما وتبقى فحوصات كامله ووافيه وشارحه كافه الحاله المرضيه والصحيه، ونستبعد الناس اللي بتبقى عندها اي امراض مزمنه من الموضوع ده برضو. ده اجراء تجميلي ترفيهي وليس اجراء اساسي، فلازم الفحوصات الطبيه اولا تبقى على مستوى الجراحه اللي احنا بنجري. كمان لازم ان احنا نبقى نصلح لهذه الجراحة، لان في كتير من الناس بتبقى عندها اعتقاد ان عملية شفط الدهون دي عملية للتخسيس، فتلاقي مثلا وزنها زايد، ده انا هروح لدكتور التجميل يعمل لي عملية شفط دهون عشان يخسسني. ده طبعا كلام غير صحيح وكلام مش مظبوط، لان اختيار المريض او اختيار الشخص اللي تصلح معاه الجراحة ده جزء مهم جدا في الجراحة. اليومين دول سمعين كده شوية شوشرة وشوية حوارات وبالتحديد على السوشيال ميديا حوالين جراحات تجميل يعني جابت نتائج عكسية أو أثرت على صحة المرضى، ومنهم فنانين ومنهم ناس معروفين، فتقدر تقول تعليق حضرتك؟ أنا كنت قلت لحضرتك طبعا إن هي زيها زي أي جراحة، ما فيش جراحة في الدنيا لا تخلو من نسب المضاعف. هل ده خطأ طبي يعني الدكتور عمل مش خطأ أثناء العملية، ولا أصلا الشخص اللي راح ما راحش لحد موصوف؟ سؤال جميل جدا جدا جدا، إن احنا لازم نفرق كويس جدا ما بين يعني إيه خطأ طبي ويعني إيه مضاعفة طبية. المضاعفة الطبية هي المضاعفات واردة الحدوث اللي موجودة بنسب معينة، على نسب عالمية على مستوى العالم كله موجود نسب للمضاعفات من إجراء أي جراحة، جراء التخدير، الجراحة ذات نفسها، التورمات والكدمات ما بعد الجراحة، فدي كلها بنسميها المضاعفات العادية.
لكن الاخطاء الطبيه دي هي اخطاء او ممارسات طبيه غير صحيحه. يعني زي ما بكلم حضرتك في البدايه، طبيب مش مختص مثلا في مجال جراحات التجميل وبيجري اجراء جراحه تجميليه، ده كل دي عوامل هي دي اللي تسمى الاخطاء الطبيه. لكن المضاعفات الطبيه ده امر وارد الحدوث على مستوى العالم، وبتبقى مضاعفات كلها اكسبتد. وهو المريض لما بيروح يعمل العمليه بيسال الطبيب ايه مضاعفاتها، والطبيب بيكون لازم امين معاه لازم بيقول للمريض، ما هو متهيألي ممكن لو قال له ما يعملش العمليه يعني. ما اعتقدش ان طبعا ان في جراح بيخفي على المريض بتاعه، بالذات في اجراء الجراحه، لان الجراحه بتبقى مختلفه شويه عن كل الطرق الغير جراحيه. في نسمع عن طرق غير جراحيه كتير، على قد ان هي برضو ما بتحققش الافاده للناس، ولكن الناس بتلجا ليها علشان خاطر بتقول لك اقل سيفتي واقل خطوره من الاجراءات الجراحيه. فلازم كل جراح يوضح فرانكلي بوضوح قاطع ووضوح شديد، يعني بيكلم حتى مش بيكلمه طبيا، ممكن يكلمه بالصيغه العاديه خالص علشان خاطر يقدر يعرف كل مضاعفه من مضاعفات الجراحه. طب جراحات التجميل بحر واسع وتشمل حاجات كتير، يعني في حاجات احنا ممكن نكون عارفينها وفي حاجات مش عارفينها، لكن في مصطلحات بتتردد حوالينا، اللي هو مثلا جراحه شفط الدهون ونحت الجسم، هل الاثنين واحد ولا شفط الدهون ده حاجه ونحت الجسم ده حاجه تانية؟ بصي، هو شفط الدهون هو عمليه لاستخراج الدهون عادي، نحت الجسم ده مفهوم او مصطلح شامل لحاجات كتير. يعني ممكن اعمل دي من غير دي او اعمل دي من غير دي؟ ما انا بقول لحضرتك نحت الجسم ده مفهوم شامل، شفط الدهون لازم يتعامل معاه، شفط دهون واستخلاص للدهون من المناطق اللي فيها زيادات وبيحصل فيها سمنه موضعيه، مع اعاده توزيع الدهون لابراز المناطق الجماليه، هو ده اسمه النحت. ده اسمه النحت. لكن ممكن اعمل شفط بس من غير نحت؟ ممكن نعمل شفط بس فقط، ممكن ما نحتاجش نحقن الدهون دي، ممكن نحتاج ان احنا نتخلص. وكمان التطور في جراحه التجميل برضو، او التطور في جراحه شفط الدهون بالاخص، لان دي اكتر الجراحات انتشارا على مستوى العالم، بدات منذ قديم الازل. بدانا بالطرق الشفط التقليديه والعاديه، وبعد كده تحولنا الى استعمال تقنيه الليزر، لحد ما وصلنا النهارده لاستعمال تقنيه اعلى، وهي تقنيه الفيزر او الاشعاع الحراري. ان هي زي ما الفيزر الفيزر ده اعلى من الليزر. طبعا ده تقنيه حديثه مختلفه تماما، وهي دي طفره في عالم بالفي ولا بالفي باللون ولا باللون؟ لا بالفي فور فاكيوم مثلا. اوكي. فالفيزر هو تقنيه او تقنيه اشعاع حراري. الفرق بين الفي والاف؟ في فرق كبير طبعا. دي بتنطق في ودي بتنطق اف. فالفيزر دي تقنيه حديثه خالص، تقنيه جديده بتستعمل في شد الجلد كمان، لان كتير من الناس بعد ما تشفط الدهون بيحصل ترهل في الجلد، لان الجلد بعد ما بيفقد دهونه بيبدا خلاص مفيش حاجه سانده الجلد، فبيحصل فيه ترهل. فنقدر ان احنا بتقنيه الفيزر ان احنا نساعد كمان حاجه خارجيه من دون جراحه. الاجراء كله بيتم من خلال فتحات صغيره على سطح الجلد، ما بيبقاش فتح جراحي كامل، بيبقى خرم صغير على سطح الجلد تقريبا قطره حوالي سنتي، بندخل منه الاجهزه بتاعتنا، بندخل منه جهاز الفيزر اللي بيساعد على تفتيت الدهون، وكمان بندخل منه كانيولات الشفط اللي هي بتقدر انها تشفط وتسحب كل الدهون دي، سواء هنشفطها فقط او سواء هنعيد حقن الدهون دي في بعض المناطق التانية. انت كطبيب لما بيجي لك حد يقول لك انا عايز اي مكان نوع العمليه اللي عايز يعملها، ممكن ترجعه تقول له لا مش هينفع، انت معاك مش هينفع؟ ده كتير جدا ولا حقيقي، ولا بتعمله بقى، ولا ما عايز يخس فبتعمله اللي هو عايزه وخلاص؟ لا طبعا، هو طبعا احنا وضحنا ان احنا مش دكاتره تخسيس، احنا كجراحه تجميل. في بيقول لك انا عايز اخس، فانا اروح بدل لسه هعمل دايت ولا اعمل شفايه اروح اعمل شفط او نحت او اي مكان. هو في مصطلحين للسمنه برضو عموما، علشان مش كل السمنه بيصلح معاها شفط الدهون. في السمنه الكليه، وده معامل كتله الجسم بتاعته، بتبقى زياده شويه ويبقى في زياده في العضلات والدهون البطن وكل مكونات الجسم. وفي سمنه موضعيه، دي اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي السمنه الموضعيه، منطقه بطن سفليه، منطقه دبل تشين او لغد، منطقه دراعات، منطقه فخذين، كل دي مناطق لتراكم السمنه الموضعيه في الجسم، ده اللي احنا بنستهدفه في جراحات التجميل. مين بقى العين اللي ممكن ترده تقول له لا مش هينفع اعمل لك، يعني مش هينفع اعمل لك حاجه اصلا؟ بصي، احنا اهم حاجه عندنا طبعا في جراحات التجميل ان يبقى عندنا منتاليتي، ويبقى عندنا ثقافه عن الاجراء التجميلي اللي احنا هنعمله. يبقى لازم ان احنا نبقى عارفين كويس طبيعه الاجراء، وطبيعه المينتاليتي بتاعتنا تبقى مناسبه لجراحات التجميل. يعني انا هعمل عمليه، هيبقى عندي فتره استشفاء، هروح للدكتور اعمل فحوصات طبيه قبل العمليه، كل الكلام دي لازم يبقى كل شخص مؤهل نفسيا ان هو هيجري الجراحه بالصوره دي، فيبقى مستعد تماما لاجراء الجراحه. طيب ولو هنتكلم مثلا عن تجميل الوجه،
اي مكان الشيء في الوجه يعني. فده برضو بيحتاج نفس التحاليل ونفس يعني نفس الشروط. الحاجه اللي بتحصل في الجسم هي برضو بنعملها في الوجه. اي اجراء جراحي، اجراءات التحضيريه يعني. اي اجراء جراحي طبعا بيبقى فيه اجراء جراحي، في اجراء تخديري على حسب الاجراء اللي احنا عملناه. في بعض الحاجات بتتعمل بمخدر موضعي، فدي ما بتحتاجش فحوصات معمليه، ما بتحتاجش ترتيبات بصوره معينه، از لونج از ان هي هتبقى حاجه او انترفينشن او التدخل بتاعنا هيبقى طفيف جدا، ففي الحاله دي ممكن ان احنا نعمله، ما فيش مشكله في كل امان. انا عندي مشكله تسدي الرجال وحلها ايه؟ التسدي طبعا في منه درجات، بس اهم حاجه في التسدي ان في بيبقى مع دهون السدي كمان بيبقى فيه منطقه الغده. منطقه الغده بتبقى ظاهره عند كتير من الرجاله، فلازم بعد ما نعمل شفط الدهون ان احنا نستأصل الغده دي كمان من خلال فتحه صغيره من حوالين منطقه الحلمه والهاله، نقدر ان احنا نستأصل الغده دي كمان اللي موجوده عند الرجال. عمليه زي دي بتاخد وقت طويل مثلا ولا يعني وقت قصير جدا؟ معظم حاجه سريعه في الخفيف. احنا معظم عملياتنا من دي كيس سيرجري، عمليات يوم الواحد، بنقدر ان احنا نروح في نفس اليوم، مفيش اي مشكله. وبنلبس الكرسي او المشد، وبالاخص موضوع التسدي عند الرجال ده بنعمله بمخدر موضعي، يعني ما بيحتاجش تغيير كامل او الكلام ده كله، حاجه بسيطه يعني. طيب اكيد هنكمل كلامنا عن الجراحات التجميل وتنسيق القوام بعد الفاصل السريع، وراجعين الفقره الاخيره. شاركوا معانا باسئلتكم الاخيره على الواتساب على 0155551006. مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حياتك صح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنوصل لنهايه الحلقه النهارده، وضيفنا هو الاستاذ دكتور محمد عاطف، استشاري جراحه التجميل وتنسيق القوام. وكنت طلبت من حضراتكم الاسئله الاخيره بخصوص هذا الموضوع، لكن يا دكتور معظم التعليقات اللي جايه انه مخاوف من اجراء ايا مكان نوع عمليه التجميل، من مضاعفات عمليات التجميل، وزي ما قلت حضرتك ان اليومين دول كمان في لغط وفي حوارات كتير على مضاعفات كتير حصلت للناس. فكلمه اخيره بقى بخصوص ردا على هذه الأسئلة. احنا زي ما وضحنا طبعا المضاعفات، وده حاجه مهمه جدا لازم الناس تعرف، نحب برضو نكون منصفين ونطمن الناس اكتر ان دي نسب يعني قليله جدا، ومش شرط انها تحصل مع كل الحالات. العمليات امنه جدا، وعمليات بتتم على مستوى العالم بصوره يوميه بالاجهزه والتقنيات الحديثه كمان، بالاخص فرقت جدا في النتائج والامان بتاع العمليه. فبرضو بنطمن الناس ونقول لهم ان دي جراحات امنه، ما فيش منها مشكله، جراحات كل بتتم على مستوى العالم بصوره يوميه. زي ما في مضاعفات كان لازم نوضحها، لازم نوضح برضو ان دي ممكن تبقى بنسبه قليله جدا، مش شرط انها تبقى بالنسب او انها تحصل لكل شخص هيجري الجراحه دي او العمليه دي. وان حضرتك كطبيب بتكون امين مع المريض من في البدايه، تقول له لا انت ينفع لك ده وما ينفعلكش ده، او حالتك الصحيه في العموم ما تنفعش. نحضر المريض بالصوره الصحيحه برضو، لان اي طبيب في الدنيا يهمه ان النتيجه تطلع كويسه جدا مع المريض بتاعه، وان هو كمان ما يحصلوش مضاعفات. فان احنا نحضر ونرتب لده بصوره كويسه، ما بتحصلش بنسب الحمد لله، ما بتحصلش بنسب عاليه، وبتبقى حاجات بسيطه كلها بنقدر ان احنا نتعامل معاها. عشان المريض يعرف تاريخ الدكتور او يتابع اعماله، او يعني يعرف ان هو طبعاً مثلا ذو خبره في المجال ده ولا لا، بيعرفها ازاي؟ كل مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي اتاحت فرصه لكل الناس ان هو من خلال شاشه صغيره ان هو يقدر يخش يتابع الدكتور ويتابع الجراح ويتابع عملياته ويشوف النتائج بتاعته والريزلت بتاعته، وده بيحصل بصوره يوميا. واحنا برده من خلال البرنامج بتاعك الجميل، وبنشجع الناس المستمعين بتوعكم ان هم برده يشرفونا ويزورونا على صفحاتنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك كونتور كلينكس، يتابعونا ويشوفوا ريزلت العمليات ويتابعونا، واي استفسارات واي حاجه احنا برده نبقى تحت امرهم وتحت امر المستمعين بتوعنا. ان شاء الله هيكون لينا لقاءات مع حضرتك في حلقات جايه من حياتك صح. الوقت للاسف يعني جري بينا النهارده. بشكر حضرتك على وجودك معانا. شكرا ليك استاذ دكتور محمد عاطف، استشاري جراحه التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاصلاح، عضو الجمعيه الاوروبيه للتجميل. دقائق هتكون موجوده معاكم يا راجل دي مروان ادري، وحلقه جديده من كلام في الزحمه. بشكركم جدا. يوم الثلاث اللي جاي في نفس الميعاد الساعه 3، الثلاث الساعه 3، سهله جدا، استنوني هكون معاكم. جيهان عبد الله. كنتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.